السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجنا الشيف على قناة سلام. اليوم وصفاتنا مميزة كالعادة وسريعة وسهلة، ما تاخدش وقت. نبدو بوصفتنا الأولى، عندنا اللويزة من حلوياتنا الليبية، من المطبخ الليبي، مشهورة وقديمة زمنية. مكوناتها بسيطة جدا، أنا ما درتش الكمية كبيرة، الكمية تقريبا دير لنا 15 حبة اللويزة فقط، تقدروا تضاعفوا المقدار. عندي الكوب وربع، عفوا كوب ونص دقيق، وعندي ربع كوب شاي، ملعقة بيكنج بودر صغيرة وملعقة فانيليا كبيرة، وعندي بيضة واحدة، وعندي نص كوب زبدة. بنديل لهنا شوية زيت كشيك، الزيت متاعنا الزيت الجيد، وعندي نص كوب سكر ناعم. الحشوة طبعا ما نستغنوش عليه، الشوكولاتة نيوتيلا وأي نوع تاني تكون كريمية هيك وتساعد. وطبعا المكون الأساسي في الحشوة اللي هو البندق بالتأكيد. كويس، ناخذ الوصفة متاعنا الثانية اللي هي شاورمة اللافينو. اللافينو مكونات متاع الدجاج، صدر الدجاج قطعته شرائح، الحشوة عفوا التغليفة بنغلفها بخليط فصته كورن فليكس وفصته الشوفان أو النخالة، شوية من النخالة، وفصته الخبز المرحية، وهذه البابريكا فوقها كشيك بابريكا وكشيك انشي. هذه التغليفة متاع اللافينو، اللافينو اللي هو صدر الدجاج اللي بنتبله، بنشوفه بشي بنتبله كويس. وعندي السمسم أو الجلجلان اللي هو بنخلطه مع الخليط التغليفة هو، وعندي الملح بالتأكيد. البهارات عندي البابريكا وفلفل أحمر مجروش، وخلطتهم مع بعضهم، وملعقة بهار الدجاج كويس، وعندنا طبعا الملح بالتأكيد، وعندي بيضتين بنحاول نستعمل بياض البيض، بنغلف به نغطس فيه الدجاج وبنغلف به بعدين الخليط متاعنا. عندي طبعا للدهن البيت بعدين الجبنة اللي شنو تبوا تحطوا، هريسة، كاتشب، مايونيز زي ما تحبوا. وعندنا سلطة جبنة الحلوم، وعفوا نسيت التتبيلة، هذه التتبيلة هي حتى هي اللي هي دبس الرمان، بنحطها شوية في الدجاج متاعنا في اللافينو وبنستعملها في تتبيلة، حطيت كمية كبيرة في تتبيلة السلطة. عندنا سلطة عفوا سلطة الجبنة أو جبنة الحلوم. المكونات السلطة اللي موجودة عندك، الخس، عندنا الفلفل الملون، عندي الطماطم، الروقة، المعدنوس، الملفوف الاخضر، اي خضره موجوده عندك. الفكره في ان الجبنه الحلوم بنقصها مستطيلات وبنشوها، نشوفها مع بعضنا كيف بنشوها. وهذه عندنا للسندوتشات لشاورمة اللافينو، عندنا الخبزه فطيره، نقدر نقوله فطيره، الفطيره الليبيه ممكن تكون، او الفطيره المكسيكيه. بسم الله، ان شاء الله نبدو في وصفاتنا، نغطوها كويس باش ما تجفش. ناخذ بريك ونطلع على السريع ان شاء الله، ونرجع لكم نكمل وصفاتنا، او بالاحرى نبدو في وصفاتنا. نشوفكم قريب، توشوش بعيد. مع السلامه، خليكم. اهلا وسهلا مشاهديني، رجعت لكم بعد البريك. نبدو على السريع نجهزوا العجينة متاع اللويزة متاعنا. اللويزة قلنا المواد، ناخذ المواد السائلة نخفقها مع بعضنا، وبعدين بنشوفوا بشيني بنخلطها. كبيرة هذه، من أكثر الناس اللي تقربع في الكوجينة يعني. بشكل بسيط جدا شنو بندير، ناخذ البيضة متاعي بنكسرها، قشرة، بناخذ السكر، بسم الله، نخفقها مع الزبدة. ضروري ضروري المرحلة هذه مهمة جدا. تقدروا تديروها بالماكينة، تقدروا بيدكم، أنا الغالب
الحاجات اللي تبدأ هيك كميتها بسيطة أو حلو نحاول نديرها هيك على السريع. المكونات متاعنا هيك نخفقوها كويس. أهم شيء نحسه إن السكر بدأ يدوب. أيوة نحن أوريدي مازالوا حنعجنوها. بسم الله ناخذ النشا متاعي وناخذ الفانيليا خلط بسيطة جدا والنتيجة متاعها يعني الواحد لما يشوف اللوزة يقول كأن شغلها طريقة تحضيرها صعبة، كله هي سهلة جدا. بسم الله ناخذ البيكنج بودر، حطيت البيكنج بودر متاعي وحطيت الفانيليا تبيش عجن طبعا هيك مجرد ان بنلموا العجينة وخلاص. سهلة سهلة جدا. أنا من بكري قلنا بنحطه مع نص كوب الزبدة بنحطني ما يعادل ملعقة زيت. بسم الله خلاص نحط الكمية الأخيرة. زي في الحوش لما حتى مرات حاجة بسيطة هيك بنخلطها فلازم الكمام ينقاموا لفوق وكأن ندير قصعة هيك كبيرة، هي حاجة بسيطة جدا. نحط الكمية الأخيرة متاع الدقيق ونشكر الناس البنات اللي بعتوا لي هلبة على الفيس على الصفحة تطبيقاتهم، ما شاء الله ما شاء الله تسلم الأيادي. هلبة حاجات زي كيكة الثلاث ملاعق، هلبة جربوها. خلاص العجينة متاعنا تقريبا نخلصوا، بس خلص ايدي من العجينة. واللي باقية شوية الدقيق اللي فاضلة هي نحاول اننا ندخلها في العجينة ونبدأ خلاص نجهزها ونحطها في الماكينة. هي بنديروها طبعا ما تغركمش تديروا الحبيبات والكويرات متاع اللويزة كبيرة، ديروها صغيرة لان هي فيها الزبدة وفيها الدحي وفيها البيكنج بودر حتنتفخ. فنديروا حنشوفوا مع بعضنا كيف بنديروا، نديروا حبيبات صغيرة هذه بالشكل هو. نغسل ايدي ونرجع لكم. نجهزوا الوصفات متاعنا، نقيم بس الحاجات الزايدة هي باش يفضالي المكان ونبدو ان شاء الله مع بعضنا. شنو ندير توا باش نكسبوا الوقت؟ حنتبل الدجاج نحط فيه التتبيلة متاعها، حتى بالنسبة لدبس الرمان او صويا صوص حتى هي بديل ليه كويس. بسم الله وحطيت البابريكا والفلفل الأحمر المجروش بديل حلو، وبودرة الدجاج، الزعتر، بودرة التومة حتى هي مهمة جدا في وصفات الدجاج بالتأكيد. ناخذ حاجة خلطوا بها
وعندي الملح بالتأكيد. نبي هو اللون يكون حار، أحمر وحار. الفلفل بتاعي مش حار هلبة، هو يعطي لون أكتر من هو يعطي حرورية. طبعا زي كالمعتاد ديما أي تتبيلة في اللحوم أو في الدجاج، خاصة في الدجاج اللحم يبيش تتبيل مدة تتبيل طويلة، لكن الدجاج يبي دائما مدة تتبيل كويسة، يعني أقل شيء الحاجة الدجاج يكون ساعة في تتبيلته مهم جدا. نسخن الزيت متاعي، نقدمه بجنب اللافين، وطبعا بطاطا مقلية، خيار مخلل، أي نوع من الخضروات تمشي معها، أي نوع مثلا ميكس من الأجبان يمشي معها. نخلط حتى هو خليط التتبيل التغليف متاعي، هذا اللي بنحط فيه الدجاج. نسخن لا إله إلا الله محمد رسول الله، سخن الزيت متاعي باش بنبدأ نقلي فيه. ونجيب صينية نبي نكسر فيها الدحي، بناخد فقط نقربع صح بناخد فقط البياض متاع البيض، نقدروا نستعملوا بياض بيضة واحدة أو بيضة كاملة وبياض بيضة. نقيموا الخليط هوا، نخفقها كويس. نبي نحط شوية حتى هو من دبس الرمان أو صويا صوص لو ما استعملناش دبس الرمان، نحطهم ونخليهم على جنب جاهزات. هادو نبي نغلف بيهم الدجاج متاعي، وبعدين بنحطها في التغليفة وبنقليه. لازم ينخفق كويس، نحطها في الأخير باش يقعد لي سخون. نخلي المكونات متاعي هي متاع الساندويتش اللافينو أو شاورمة اللافينو، ونبدأ ندير السلاطة ونشوف السلطة، بس باش نحطها على جنب ونلها بعدين في اللويزة متاعنا. كويس، ناخد الطاولة متاعي اي خضرة متوفرة عندك ديرها مع الجبنة، هي مالحة شوية، مش حنقصوها خشنة. نقصوها طويلة رقيقة، كل سلايز بنقصوها نفس الشيء طويلة، بس زي ما تشوفوا فيها طويلة طويلة، يعني مش إنها هي مكعبات أو ناقصة في الطول، ضروري ما تكون الحبة بالشكل هو. نقصوها طويلة، وعندي الملفوف الأحمر حتى هو نفس الشيء. نقصه طويل بنفس، مش الغرض إنها هي تكون رقيقة، لأن هي اوريدي حتتبل وحتلين، فضروري ما نبواش بعد ما تاخذ التتبيله متاعها ان هي تلين وتبدا ما تبانش بكل، تكون طوليه. هذا بقدر هو، ناخذ الروكا نحط الملفوف متاعي، مع النص بالشكل هو
ما نقصهمش بالموس. الشيري توميتو نقصها بالشكل هذا، هي طعمتها في السلايد حلوة هلبة، سبحان الله كأن فيها سكر. نقص الفلفل الملون حتى هو بنقصه شرايح، ممكن نديره معها نمرات، ندير معها التفاح الأخضر. نلوحوا اللب متاعها. إن شاء الله كل سنة وإنتوا طيبين، فديما تبدأ الأجواء في نهاية بداية سنة ونهاية سنة، فتبدأ سبحان الله حتى الطاقة الإيجابية عالية جدا. فإحنا في قناة سلام ديما يعني اسم على مسمى، نتمنى إن مواطننا الليبي وإنساننا الليبي إنه هو يعيش في سلام وفي رخاء بإذن الله، ونحاولوا بقدر الإمكان في القناة هذه إن إحنا نرفهوا على الناس، إن نحسوهم إن لما يقعمز يتفرج هو وعائلته سواء على البرامج متاعنا كلها الرياضية الثقافية الترفيهية، يحس إن هو غير جو وإن هو انبسط إن هو ارتاح. فهذا هو الغرض من قناة سلام. ناخد نقدروا مثلا نحطوا بصل، أنا ما فضلش البصل العادي، البصل الأخضر حاجة بسيطة هيك رشات بسيطة تجي فيها تجي حلوة. حاولوا اسف الناري حطيتها بالشكل هو، نقدروا نديروه أصابع مثلا، ممكن زي صوابع البطاطا هيك بالشكل هذا رقيق تجي حتى هي شكلها حلو. نقيم الطاولة متاعي اللوحة بمعنى أصح، وناخد التتبيلة نخلطها ونحطها على السلطة باش بعدين نبدأ في اللي نديروا اللويزة مع بعضنا. عندي الدبس، دبس الرمان، عندي زيت الزيتون، بسم الله. عندي شوية الملح. بالنسبة للبهارات ديما أي حاجة فيها دجاج فيها جبنة حلو إن نضيفوا لها شوية هيك يجربوا الفلفل الأبيض، حتى لو مرات مثلا ما نقولهاش في الوصفات أنتم من نفسكم هيك يجربوا. إحنا ديما أكتر استعمالنا الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض هو أصلا من نوعية البهارات الغالية. خلطت مع زيت الزيتون، عندنا كليل الجبل. كليل الجبل في مع الأجبان، أي وصفة فيها أجبان فيها دجاج جربوا، حتى لو ما كنتوش مجربين أنا حطيت حتى هنايا بنديرها فوق الجبنة. نفتح الغاز متاعي ونبدأ نجهز، نخلوها بعدين الجبنة نشوفوا في التقديم كيف السلطة كيف بنقدمها. نخدم الماكينة، ماكينة اللويزة، الماكينة الزمنية يا همر، من زمان يعني كانت كنا احنا العيلة حتى في المناسبات كانت اللويزة يعني نديروا فيها بكميات كبيرة جدا، وأصلا بنحطه احنا وبعدين لو حسينا ان هي دارت زيت زايدة نخليها تسخن ونوتي صوينية ونرتب فيها مجموعة نجهزهم.
نديروها. شنو مثلا نقدر نغيروا فيها اللوازة؟ اللوازة مثلا العجينة متاعها نقدر نديروها نقصوا ملعقتين دقيق نديروها كاكاو، تبدأ بالشوكولاتة. واللي درناها في الحلقة اللي فاتت كيكة الرافاييلو الحشوة نقدر نديروها بس تكون باردة. المخرج عنده ابداعات، حتى هو يقول لي نقدر نديروها الوان يا شيف، صح تصير جي الوان، بس انا ما نفضلش استعمال الالوان هيك هلبة اللي فيها المواد هذه الصبغات، يعني رغم انها هي غذائيه كويسه لكن يعني تسخن، قاعده تسخن الماكينه. نستمر نوتي كميه ونخلي الماكينة متاعنا تسخن براحتها، وبعدين نمشي باش نجهز جبنة الحلوم للسلطة. سلطة هي حاجة خفيفة ومغذية بصراحة، سواء حتى للناس اللي تدير في ريجيم مغذية جدا كويسة. الجبنة شني مثلا نقدر نديره جبنة غير جبنة الحلوم موزاريلا كذا ما نقدروش نديره، لأن الدوب وتمشي جبنة الحلوم تبدأ محافظة على شكلها وتبدأ فيها ملوحة هكي غريبة، يعني حلوة مميزة. نسخن يعني الزيت باش بنديرو بنقلو اللافينو الشرائح الدجاج اللي تبلناها مع بعضنا. أهم حاجة نحطه اللي هو بهار الدجاج موجود. شفتوا احنا شن درنا؟ درنا تقريبا كوب وربع، كوب ونص دقيق، كمية طلعت لنا حاجة وفيرة يعني مش شوية. نخلي الزيت يغلي، نوتي اللوازة متاعي، ندير كمية وبعدين نبدأ نقص الحلوم أو جبنة الحلوم ونشوفه مع بعضنا كيف نشوها. نسخن حتى هي الطاوة. الله اللويزة، اللويزة من أيامات زمان. الواحد هيك لما يدير حاجة يعني من أيامات طفولته، من أيامات الطفولة ما نعرفش، مرات نقوله لا، لكن مثلا شمعدان ولا اللويزه متاع زمان هيك طعمتها بروحها. مرات نقول لهم اني المكونات هي نفسها، هي مش الحاجه اللي تغيرت، ممكن الطفوله يعني شعورنا لما كنا صغيرين وما عندناش مسؤوليه، صح ولا محمد؟ ايه ويامات لما نرفع حق، والله لما نرفع مش احنا نرفع، الاولاد يرفعوا يرفعوا الحلويات في الصفر الكوشة، والله على الأيام الحلوة طعمتها بروحها. يعني حتى الحاجة لو تنحرق تجي محروقة، الكعك يجي محروق ولا مش عارف شنو هو، كانت لها طعم حلو. وهذه شفتوا ما شاء الله دارت كمية حلوة، كمية لا بأس بها. واللي نقول لكم إن اللويزة من الحلويات اللي تقدر تتخزن، ما تحطوش فيها الحشوة، خلاها هكي مجوفة فاضية، ويوم اللي تبوا تعبوها مثلا اخترتوا الحشوة متاعكم طلعوها وديروا لها الحشوة، يا سلام تجيكم طازة وحلوة. خلاص نكتفوا بالكمية هذه. نبدأ ندير نسخن الطاوة باش نحط الجبنة. نكتفوا بالكمية هذه بعدين إن شاء الله فيش حاجة، ما عندناش حاجة تتلوح. نسخن الطاولة اللي بنحط عليها جبنة الحلوم، نشوف مع بعضنا كيف بنقصها. نقصها مستطيلات. هذه الجبنة متاعي. Thank you.
قصها، قصوها شغلي ده هلبة. أول ما تسخن الطاوة متاعي نحط اللويزة احنا تول مرة هادي بنشوفه قداش تبي كل قوالب هيك قالب صغير قداش ياخذ. حسيتها هني حتطلع منها يعني الكمية هلبة. حنديروا الكيال مزبوط في الكمية الثانية تو شفناها، حنقصوا منها اكيد تبي تنقص شوية. انا سخنت الزيت متاعي اللي بنقلي فيه، سخنته باش نقلو فيه اللافينو الدجاج، وبعدين وجهزت له طبعا لازم ضروري منها اللي لا نستغنى عليها البطاطا مقلية بجنبه. بالنسبة للصوص اللي ندهنوا بيه قلنا الهريسة، الكاتشب، مايونيز، سلطة عربية، سلطة مشوية حتى هي حلوة تجي معاه. اللافينو من هذه من السندوتشات، أنواع الشاورما اللي يحبوها الكبار والصغار. حاولت ننقص أنا لاني حسيتها كبير. نقص بس من العجينة، حسيت انها هي هيك كبيرة شوية. وتو نشوفوا لو طلعت هي من الجناب معناها نقصوا منها. خلاص ناخذ أنا وتت أموري رتبت كل حاجة، ناخذ الدجاج متاعي وبنقلبها في الدحيق. الخليط متاعي كله تاع الدحيق بنحطه فوق الدجاج. الزيت ضروري ما انه هو بيكون سخون، نتمنى ننتبهوا لها النقطة هي. التتبيلة الدجاج يقعد في التتبيلة تقريبا ساعة، ضروري باش نتحصل على حاجة حلوة وزي ما نحبه احنا. وبعدين بناخذ بالقطعة بالطرف زي ما حنشوفه مع بعضنا، حنديرها في التغليفة وحنحطها في صينية، نحطها في صينية ممكن أحسن، وبعدين بنقليه. أول ما نبدو في القلي تبدأ ريحة التتبيلة والبهارات اللي درناهم، يا سلام كويس. ناخذ الجوانتي، لو حد ما تحبوش ادعوا عليه بالجوانتي. الجوانتي مزعج لكن للضرورة أحكام. وبالنسبة لريحة مرات ريحة الحاجة الزفرة في الواحد، حاولوا نتمنى من كل مرأة إن ما تستعملش هذه الكلور الوراكينة والحاجات هي يعني ما تستعملهاش بكمية مهولة. احنا نستعملوا فيها، المرأة اللي بيها تستعمل فيها بشكل غريب، قصدي مش عارفة علاش، حرام يعني ايديك ووجهك وتأثر في الـ في الـ في الرية، الواحد الرية متاعها تبدأ علاش. فحاولوا ان احنا ما نديروش، نستعملوا الخل، نستعملوا حتى لو الوراكينة، شوية وراكينة كشيك بالكشيك، مش صبي، مش معقولة، كل على صحتك. هذا تسود اليدين، حتى راهو لو تديري جوانتي وتنظفي بها كل هذا تتنفسي فيه. بالشكل هذا نقلب الخليط اللي هو قلنا كورن فليكس ونخالة شوية. ممكن ناخد حتى، نبي ناخد صينية نقرب بس بضاعتي هنايا، فيش داعي للصينية نكتر في الصواني على روحي علاش. اللي غلفته الدجاج بسم الله نقليه. حتى في رمضان توا ان شاء الله ربي يدوم علينا ويوصلنا بصحة وخير وسلامة لشهر رمضان، ديما المرأة الذكية حاول ما تتكترش المواعين. انا عندي مثلا في رمضان
كشيك واحد نستعمل فيه، نقولهم ما نبيش نشوف أكثر من كشيك في المطبخ، فهو نستعمله يا نمسحه يا نغسله ونعود نستعمله، مش كان كل أكلة وكل صينية حطيتي لها كشيك أوه ما عادش تخلصي بكل. هو شهر عبادة يعني الواحد أوكي طيب ونطيب ونوع وكله، ولكن في نفس الوقت ما نرهقوش نفسنا، يعني تكون المرأة ذكية. بالنسبة لشي بنحطه مع اللافينو، سندويتش اللافينو، لازم 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 شن هي؟ البطاطا، البطاطا المقلية ضروري منها، فأنا جهزتها اقلناها، حتى البطاطا الويدجز حلوة حلوة هلبة إن شاء الله كان سخر الله نديروها قريب في حلقة، الويدجز جميلة يعني. ونشوف نسيتها يعني ريحتها الفايحة هيك، هي أثبتت وجودها اللوزة، وحطيت كمية الدجاج بتاعي. ناخد الطاجين بس نبي نحط فيه شوية زيت، ننقص في الحرارة بس. نقلب الدجاج متاعي، هو طبعا الدجاج لما تحطيه في التتبيلة مثلا ساعة راهي التتبيلة طيبة، علاش احنا لها فوائد ان تخليه ياخذ الطعم، طعمة البهارات ونكهتها، وحتى هو يطيب ربع طياب. هو الدجاج اصلا ما فيش جهد، يعني لما تحطي له القلويات والحمضيات الليمون او مثلا دبس الرمان هذا حاجة زي الليمون يعني قوية تأثيرها، فما تخليهش هلبة باش ما يتهرش. درجة الحرارة تكون وسط، لو نزلت درجة الحرارة متاع القلي متاع الزيت شنو يصير؟ الدجاج يشرب الزيت ومعاش يبدأ كرنش ولا يبدأ كريسبي ولا يبدأ مقرمش، بكل اللغات قلتها لكم ما يبدأش مقرمش نهائي، فضروري ما انه هو تكون درجة الحرارة متاعها عالية. هذه نحاول اني في كل وصفة اني نعطيكم نصائح تمشوا عليها. ناخد الزيت متاعي، ناخد ممكن زيت زيتون، عندي زيت الجيد انا مش حندور زيت الزيتون، شوية بس. الطاوة متاعي سخنت، حط الجبنة، ونحطها بالشكل هو. ناخذ كلينكس، قريب نوصلوا للمسات الأخيرة. بنشوف بس الكاميرا مان يكون معاي لو يسمح، بنشوف اللويزة العجينة متاعها، شوفها بالشكل هذا، مازال معناها مازال حتى العجينة ما جتناش زايدة هلبة، شوية هيك زوائد من الجنب، الزوائد من الجنب هذيك خلي نحطها هيك شوية. هذه من عائلة الهمر، هي الماكينة هذه رفقتنا في مناسباتنا في من زمان يعني، فنحب نقول لكم على الزوائد لما تطلع نلقوها هنايا شو ندير لها، ناكلوها بسم الله، او ناخذوها بعد ما تطيب، بعد ما نحوها نضربوها في الخلاط تبدا تعبتها تهبل زي البشكوت طيب. لما ندهنوا اللويزه ونحطوا لها الحشو
نقدر هنا شوي ندهنها مربى او كراميل او نيوتيلا زي ما بنديروا اليوم، ونغمسوها في الخليط هو اللي طحناه، تسلوا فيها لوحوا الجزء اللي مش لوحوا هو مش هيتلوح، ننحوا الجزء الزايد هو، ريحتها فايحه خلت المكان ريحته فانيليا وزبده. شوف الجبنه متاعي ما نبيهاش تسيح لي هلبة، ناخذ نشوفه بس نوريكم انا كيف بنديروا السندوتشات كيف بنلفها، وبعدين نشوفكم بعد الفاصل باذن الله نجهز الكميه ونشوف اللويزه كيف كيف بنحشوها، اوريكم كيف هنحشوها بالحشوه اللذيذه حشوه النيوتيلا. الحشوه تقدروا اي نوع من المكسرات تديروه زي ما تحبوا. حطيت الحشوة متاعي، حطيت البندق، بالشكل هذا حطيتها ونكمل البقية حتى هي ناخد بس مع بعضنا، هنكملها بعد البريك بسرعة 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 هيك بسرعة الصاروخ. نشوف بس الفطيرة بتاعنا. بالنسبة للفطيرة نحكي لكم قصتها كيف، تقدروا تديروا الفطيرة الليبية أو نقدروا نديروا الخبزة اللواش، وإن شاء الله عندي بالتأكيد حلقات في حلقات جاية حنديروا خبزة اللواش هي وحنديروا الفطيرة بتاعنا. ناخد من الدجاج متاعي نبي نشوفه، ناخد عندي قلنا احنا المايونيز، تبي عندك كاتشب عندك مايونيز هريسة اي حاجة صوص تبي تحطيه تقدري تستعمليه. عندي الجبنة طبعا وهي سخونة، اللي بيكون الدجاج فوقها سخون فحدوب الجبنة متاعنا، بنحطوا الخس، الخس تحطيه عشوائي، عندك فلفل فلفل أحمر مثلا حطيه حلو حتى هو، الفلفل الأحمر مش الحلو فيه نوع هذا ديما نستعمل فيه اللي استعملته قبل شويه زي الفلفل الاصفر هو مش الحار طبعا، هذا حلو جدا حتى هو حاولوا انكم انتوا تستعملوه. نبي نشوف نشوف الدجاج، ناخذ قطعه من الدجاجه باش نقدموها مع بعضنا على طول. حطيتها في الساندوتش متاعي، ونلفها عندي بس وبعد ما تلفوها عندي فكرة، بعد ما تلفوها ممكن نقدروا نحطوها في ماكينة التوست باش تاخد لون. حطوا الهريسة عني لأن هنا يا شباب مش عارفة في اللي ياكل في الحار في اللي ما ياكلش، فمش حنديروها، لفيتها هيك بالشكل هو وبعدين حنحطها في ماكينة التوست، ما نبيهاش تنفتح في ماكينة التوست.
خلوها بالشكل هذا، نحمصها في ماكينة الطست وبعدين نرجع لكم إن شاء الله نكون كملت اللويزة حشيناها والشاورمة اللافينو حتى هي جهزتها. ناخذ بريك ونرجع لكم على السريع، خليكم قريبين. اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعت لكم بعد الفاصل المليء بسرعه بسرعه بسرعه، نجري نجري باش نجهزوا الوصفات نتاعنا. كانت وصفات حلوه وسريعه. شندرنا ناخذ فكره، شندرنا درنا سلطه جبنه الحلوم، من السلطات اللي ننصحكم تجربوها، راقيه ومميزه وسهله والطعم مختلف. يعني نطلعوا من الحلقه اللي الزاويه اللي حشرنا نفسها فيها نفسنا فيها ديما، الجبنه الشيدر موزاريلا، الشيدر موزاريلا هي اصلا جبنه خاصه بالسلطات، جربوها مميزه جدا وتتبيلتها حلوه تفتح النفس. عندنا درنا السندوتشات شاورمة اللافينو، درتها بتتبيلة مميزة جدا، المقادير بإذن الله تلقوها أصلا نزلت في على الشاشة. تتبيلتها حلوة، بهاراتها مميزة، تبلناها في البهارات أقل حاجة، قلنا تقعد نص تقعد ساعة وبعدين قمتها وحطيتها في التغليف متاعها. التغليف شنو هي؟ كورن فليكس، النخالة، شوية من النخالة، خبزة ملحية، والبهارات البابريكا والبهارات اللي تبلنا فيها الدجاج اللافينو متاعنا، وبعدين قليناها في زيت غزير، ما تاخدش هلبا وقت. بعدين كانت عندنا الفطيرة أو خبزة اللافاش، إن شاء الله في الحلقات الجاية أكيد أكيد حناخدوا اللافاش وفطيرة اللافاش وناخدوا الفطيرة الليبية متاعنا. وبعدين دهنا الفطيرة متاعنا بمايونيز، بهريسة، بالصوص اللي تحبيه. ما قدرتش ندير لها هريسه لان ما شاء الله الاكيب بتاعكم اللي بياكلوا بعدين فيها البنات ما تاكلش في الحار، درتها بالمايونيز، حطيت فيها شويه بطاطا مقليه اللي حطينا فيها اللافينو متاعنا، عندك فلفل احمر حتى هو تقدري تستعمليه، حطيتها ولفيتها وبعدين اعطيتها ضغطه هيك بسيطه في الجريل السخونه او في ماكينه التوست. عندنا اللويزه حبيبتي الملايين وحبيبتي انا اصلا، يعني من زمان انا نحبها الحلويات الزمنيه نحبها هلبة، درتها لكم بمكونات بسيطة جدا جدا ومضمونة مليون في المية. يعني الوصفة هذه لها تقريبا 20 عام من أيامات كنا الأعراس نديروا احنا بكل حوش يدير في الحلويات العرس متاعها، فاحنا هذه وصفتنا المعتمدة في الأعراس، ديروها عينكم مغمضة. درت لكم بكمية يعني تقريبا متاع 15 حبة، تقدروا تزيدوا الكمية، احنا درنا كمية متاع بيضة، انتوا تزيدوا بيضتين وزيدوا بقية المكونات تاخذوا 25 إلى 30 حبة. درنا الحشوة متاعها بالنيوتيلا وبالبندق، كانت وصفة سهلة وسريعة جدا. هذه كانت وصفاتنا لليوم، استمتعت معكم كالمعتاد زي كل مرة، كنت سعيدة بالتواصل معكم، إن شاء الله تجربوا الوصفات وتعجبكم بإذن الله، واللي عنده ملاحظة أو أي شيء بيقوله يبعث لنا على الفيسبوك أو على صفحة القناة. وصلنا للنهاية، نشوفكم إن شاء الله على خير، كونوا بخير وعلى خير، وكل عام وإنتم بخير وطيبين يا رب، الله يحفظكم يحفظ ليبيا، نشوفكم قريب بإذن الله، في حفظ الله.